تقرير حلو جميل صراحة، وأنا واقف يعني مستمتع بكلام اللعيبة الصغيرة اللي تم اختيارها في اختبارات النادي الأهلي، وما شاء الله زي ما احنا شايفين من كل محافظات مصر. في ولاد طالعة من بيوتها الساعة 4 الفجر حلمهم إن في يوم من الأيام يلبسوا فانيلة النادي الأهلي. معايا دلوقتي على التليفون واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار جدا، وكمان هداف النادي الأهلي، وكمان لاعب انضم للنادي الأهلي من خلال الاختبارات، كابتن عماد متعب. برحب بيك كابتن عماد. اسامه، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشنا كتير والله العظيم. انت كمان ايه اخبارك؟ وحشني جدا جدا. تمام يا عمده. واحنا دلوقتي كنا عارضين تقرير عن الاختبارات وعن الولاد الصغيره وجايين من المحافظات. عماد متعب احد نجوم النادي الاهلي اللي انضم للنادي الاهلي عن طريق الاختبارات. فكرنا بقى بالاختبارات واول لحظه انضميت فيها للنادي الاهلي يا عمده. في البدايه طبعا حابب ابارك للنادي الاهلي وابارك لك وابارك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه ببطوله الدوري. كانت بطوله صعبه جدا وموسم صعب والمنافسه فيها كانت قويه جدا بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز، وفي الاخر الحمد لله النادي الاهلي حسم البطوله. فابارك للنادي الاهلي وجمهوره. اكيد هنتكلم في الكلام ده كله يا عمده، بس عايز ارجعك بس للذكريات. معاك لا طبعا يعني دي يعني ده كان حلم حياتي طبعا. يمكن والدي الله يرحمه كان من عشاق النادي الاهلي، وانا من عيله اهلاويه بالكامل. ويمكن انا بلعب كوره من وانا عندي 7 سنين على ما اعتقد في بلبيس في الشرقيه، وعندي 11 سنه او 12 سنه. في واحد من الشرقيه قال لي واخد مجموعه اطلع بها اختبارات اسمه كابتن محمد صلاح، فقلت له خلاص انا هاجي معاك كوره. ورحت واختبرت والحمد لله انا اللي تم اختياري من ضمن المجموعه اللي كانت موجوده، ويمكن دي كانت اسعد لحظه في حياتي. يعني يمكن انا جاي من بلبيس في الشرقيه ما حدش يعرف خالص، مش حد يعرف، مش حد متكلم، يعني زي ما الناس بتفتكر ان الكوره ليها علاقه بالواسطه، لا مش حد يعرفه خالص. وانضميت وبدا بقى الحلم يكبر يوم بيوم، شهر بشهر، سنه بسنه، لحد الحمد لله ما الواحد حقق الانجازات اللي قدر يحققها مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. تمام يا عمده. اروح بقى للدوري رقم 41، الدوري الاغلى في تاريخ النادي الاهلي. كابتن عماد متعب، وانت بتحلل بقى مشوار الدوري ومتابع كل الدوري ومشوار النادي الاهلي، تقييمك ايه للدوري رقم 41 وفوز النادي الاهلي في نهايه المشوار؟ وزي ما احنا اتعودنا واحنا ناشئين في النادي الاهلي مع الفريق الاول، النادي الاهلي دايما بيفرح في النهايه. يمكن زي ما انت قلت احنا اتعودنا على مدار مراحل طبعا احنا بنلعب لاخر يوم في الدوري. قدرنا نفوز بالدوري او ما قدرناش نفوز بيه، بس في الاخر بنعمل اللي علينا لحد اخر لحظه. يمكن السنه دي كان موسم صعب جدا، موسم استثنائي بكل مواقفه، يعني مباريات متتاليه، بطولات كثيره جدا، تغيير مواعيد بطولات، بتلعب ماتشات في مواعيد قريبه وبعد كده الدوري يبعد فتره طويله وبعد كده ترجع ثاني تلعب الدوري. المنافسه شرسه جدا مع نادي الزمالك في بدايه الموسم، مع بيراميدز انت النادي الاهلي كان بعيد في بدايه الموسم، في الدور الاول النادي الاهلي كان بعيد لظروف الاصابات وظروف ان عنده لقاءات مؤجله وظروف فرق النقاط كمان. كان في بعض النقاط كانت فرق بين النادي الاهلي والنادي الزمالك ونادي بيراميدز، لكن في الاخر النادي الاهلي في يناير اللعيبه اللي النادي الاهلي ضمها لصفوفه وعملت اضافه بشكل كبير جدا، الاستقرار اللي بقى موجود واللي هو موجود في الاساس، بدات لعيبه تركز احنا هنعمل اللي علينا لحد اخر يوم في البطوله. فوزنا بالدوري يبقى الحمد لله وقدرنا نسعد جمهورنا، ما فزناش بالدوري يبقى احنا في الاخر عملنا اللي علينا. المنافسه فضلت موجوده بالنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز. نادي بيراميدز جه في الاخر الامور بالنسبه له اختلفت شويه، بعد عن المنافسه كان فاضل نادي الزمالك، وفي الاخر بعد مباراه الجونه وتعادل نادي الزمالك النادي الاهلي طبعا الفرصه جات له على طبق من ذهب، فشيء طبيعي لعيبه النادي الاهلي رجاله واستغلوا الفرصه وقدروا يحققوا اللقب اللي انا شايفه من اغلى واهم الالقاب في بطولات الدوري النادي الاهلي الموسم ده، لانه كان موسم صعب جدا وفي تحديات كثيره جدا وكان في كلام كثير جدا، لكن في الاخر اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي قبل اي شيء حققوا الغرض المطلوب والفوز بالبطوله. كابتن عماد متعب، كم بطوله مع النادي الاهلي؟ بطوله الدوري، بطوله الدوري كم بطوله تتذكر؟ بص انا مش هحسبها، بس انا هو انا هبقى اكيد اقل من حسام عاشور ببطوله. لا انا بس يعني مش متذكر ولا مش فاكر الرقم. لا هيبقى 11 على ما اعتقد، انا 11 يعني حسام عاشور كده زاد عني ببطوله. 11 بطوله ما شاء الله. طيب الاغلى بقى في تاريخ عماد متعب، اكيد بطولات الدوري بيبقى فيه بطوله اصعب، فيه بطوله احلى. تتذكر البطوله الاحلى في بطوله الدوري في مشوار عماد متعب؟
يعني بص عشان اكون صريح معاك كابتن اسامه، الامور تبقى واضحه، يعني كل البطولات اللي انت بتشارك فيها هي يعني كل بطوله دوري انا فزت بيها هي كانت اغلى في حياتي، كل بطوله انا فزت فيها سواء مع نادي المنتخب مصر كانت غاليه، لان بالنسبه لي انا معايا منافسين كبار جدا، انا معايا في مصر معايا منافس نادي الزمالك، على مستوى افريقيا منافسين كبار جدا جدا، فانك تفوز ببطوله وتسعد جمهورك ده بالنسبه لي بيكون من اغلى واهم البطولات يعني. طيب وانت بتتكلم دلوقتي عن حسام عاشور 12 بطولة دوري، يعني شايف ما شاء الله هذا الإنجاز يعني والرقم القياسي الكبير اللي بيتساوى به مع نادي الزمالك أو في أندية كمان حسام عاشور ممكن نكون سبقها أندية كبيرة يعني، فلم تحقق هذا الرقم من قبل، فشايف الإنجاز ده الشخص لحسام عاشور إزاي يا كابتن عماد؟ حسام عاشور واحد من أفضل وأهم اللعيبة اللي جت في تاريخ مصر، يمكن هو ما كانش حظه موجود مع المنتخب لكن مع النادي الأهلي وهو حقق إنجازات مفيش على ما اعتقد مفيش حد هيحققها على مدار تاريخ النادي الاهلي بعد كده. حسام عاشور وصل ل 12 بطوله دوري على ما اعتقد، 5 ابطال افريقيا، السوبر الافريقي، الكونفدراليه، كاس مصر، السوبر المصري، يعني حقق انجازات، عدد المباريات، عدد اللقاءات الافريقيه، عدد اللقاءات المحليه، كل الارقام دي حسام عاشور كسرها، وان شاء الله كمان عنده قدامه سنين كمان انه يكسر ارقام وارقام. حسام لعيب من اللعيبه اللي اخلاقها عاليه جدا، اللعيبه المحترفه والمحترمه، ما بيتكلمش خالص، مركز في لعبه، مركز في شغله، وعشان كده ربنا بيكرمه، هو يستاهل ويستحق كل اللي بيحصل، ويستاهل ويستحق اكتر من كده 100 مره صراحه والله يا كابتن اسامه. فانا ببارك لحسام وببارك لاحمد فتحي وببارك وليد سليمان وببارك للشناوي والشريف اكرامي، كل اللعيبه اللي موجوده عشان ما انساش حد، ببارك لهم لانهم كلهم نجوم وكلهم لعيبه كبيره، واللعيبه الكبيره دورها كبير جدا في الفرقه كابتن اسامه، وعلى ما اعتقد حسام عاشور دوره كبير جدا جدا مع النادي الاهلي سواء قبل كده والفتره اللي المرحله اللي جايه ان شاء الله. طب وانت يا كابتن عماد يعني كنت احد المحللين البارزين اللي بتحلل يعني الدوري السنه دي ومشوار النادي الاهلي، اللعيب اللي علم مع عماد متعب السنه دي؟ انا بالنسبه لي اللي علم معايا هيبقى علي معلول. شايف ان ده افضل موسم، يعني هو افضل لعيب في الدوري السنه دي علي معلول في النادي الاهلي، وعشان اكون حقاني يعني علي معلول في النادي الاهلي، وفي طارق حامد وفرجاني ساسي في الزمالك من اللعيبه المميزه جدا، ولازم ندي الناس كلها حقوقها، لكن علي معلول انا شايف هو الافضل السنه دي في النادي. علي معلول فعلا وكان يستحق كمان الانضمام لمنتخب تونس وفرق كتير مع منتخب تونس. كابتن عماد، النادي الاهلي حسم لقب الدوري قبل انتهاء البطوله بمباراه امام الزمالك، متبقي مباراه مهمه جدا امام نادي الزمالك، وتعتبر طبعا مباراه الزمالك بطوله خاصه، رساله من كابتن عماد متعب لنجوم النادي الاهلي قبل مباراه الزمالك. زي ما انت قلت يا كابتن اسامه وانا هاكد على كلامك، ان الدوري كله في حته في حته، ومباراه الاهلي والزمالك في حته ثانيه خالص، بين جمهورين، بين فريقين، بين تاريخين موجودين على ارض الملعب، كل جمهور بيتمنى انه يفوز بالمباراه دي حتى لو خسر بطوله الدوري. النادي الاهلي فاز بطوله الدوري وعنده مباراه بعد 48 ساعه مع نادي الزمالك. مهم جدا انك تنهي بطوله الدوري وانت بتلعب المنافس ليك او بتلعب الفريق الاكبر في مصر معاك او الاكبر في افريقيا معاك، انك تفوز عليه كمان قبل بدايه الموسم الجديد ده هيخليك تبدا موسم جديد يعني باصرار كبير جدا واصرار جديد وحافز جديد ودافع جديد، وفي نفس الوقت نفسيا بتتغلب على المنافس، انت قدرت تتغلب عليه، قدرت تتغلب على النادي الزمالك انك تفوز بطوله دوري، حتى كمان لو قدرت انك تتغلب عليه في المباراه فده هيديك دفعه كبيره جدا للموسم القادم. فاللعيبه زي ما انتم معودينا وعودتونا وبتعودونا ان انتم رجاله تكملوا لنهايه الدوري، الدوري لسه ما انتهاش، انتهى ان انت حسمته، النادي الاهلي حسمه لكن ما انتهاش، لان لسه في مباراه مع نادي كبير اسمه نادي الزمالك، اللعيبه تاخدها بجديه والتركيز عالي جدا. وكان اتكلمت مع اللعيبه امبارح، اغلب اللعيبه اتكلمت معاهم امبارح وبعت لهم مسجات، وكان في تليفونات بيني وبين اكتر من كذا لاعب، وهم عارفين الكلام ده على فكره يا كابتن اسامه، يعني اللعيبه عارفه الكلام ده، فده مهم جدا انك تتكلم اللعيبه هم عارفين فاهمينه كويس جدا، فان شاء الله نشوف مباراه جيده يوم الاحد ان شاء الله. وده اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي انها دايما بتفصل، يعني خدت بطوله النهارده خلاص البطوله دخلت المتحف، بتدور عن البطولات الجايه والمباريات المهمه الجايه. عايز اسال يا كابتن اسامه، وبتحترم المنافس وده اهم حاجه. تمام. وطبعا بتفصل وتحترم المنافس ده اهم حاجه، ده اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي، طول الوقت مدي المنافس قدره واهتمامه، علشان كده بتقدر تتغلب. تمام. عايز اسالك برضو رايك الفني يا كابتن عماد في واحد من الصفقات اللي عقدها النادي الاهلي، حسين الشحات، في ناس شككت فيه في بعض الاوقات، لكن قلنا حسين الشحات محتاج انه يعمل فتره اعداد مع النادي الاهلي، دخل في وسط موسم صعب، يعمل فتره اعداد، هنشوف مستوى حسين الشحات الحقيقي، فعلا بدا يظهر في مباراه المولين العرب.
يمكن حسين جه في ظروف صعبه جدا في النادي الاهلي، جه كان الفرقه كان الترتيب في الجدول كان بعيد، كان في اصابات كتيره، كان التشكيل الاساسي او الهيكل الاساسي للنادي الاهلي لسه ما اتحطش، ما كانش واضح، كان لعيبه بتدخل لعيبه بتخرج، كان الموضوع الرقم اللي جه بيه الناس كتير كانت بتبالغ فيه، كانوا شايفين ان ده كتير قوي، وحط ضغط كبير جدا على حسين. ظروف المباراه كلها كانت مباراه صعبه جدا، حسين الضغط ضغط كبير جدا من ان فكره ان عايزين نشوف بقى الرقم ده انت هتعمل لنا بيه ايه، وفي نفس الوقت ضغوطات المباراه تتاثر على حسين في الفتره اللي فاتت. يمكن مباراه المقاولين الاخيره حسين بيلعب وهو مرتاح، تمام. يعني انا واحد من قبل المباراه كنت قلقان وانا قاعد في الاستوديو واحنا قاعدين بنتكلم بره الهواء، انا كنت قلقان جدا على حسين، قلقان لان ضغط المباراه عليه جدا، دي مباراه تخليك تفوز ببطوله الدوري، وفي نفس الوقت ان حسين عايز تثبت للناس يا جماعه انا لعيب كويس. هو طبعا حسين من اللعيبه المميزه جدا جدا ويستحق ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، وشفنا ده في مصر المقاصه، شفنا ده في العين الاماراتي. فانه يبدا بقى فتره اعداد زي ما انت قلت من دقائق، يبدا فتره اعداد مع النادي الاهلي وخلاص، قصه ان هو لسه صفقه جديده خلاص دي انتهت، لا حسين ما بقاش صفقه جديده، بقى لعيب موجود في النادي الاهلي بعد فتره اعداد، بيبدا موسم جديد على ما اعتقد ان هيبقى فيه موسم مختلف بشكل كبير جدا لحسين الشحات، لانه عنده الامكانيات الكبيره جدا اللي يقدر يديها للنادي الاهلي. تمام. اخيرا يا كابتن عماد، واحنا داخلين على مباراه القمه، هدف ما ينساوش عماد متعب في مباريات الزمالك. هدف ما يمكن انا كل هدف الاغلى الهدف الاغلى عند عماد متعب. الاغلى كان في الدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال 2-1. 2-1. كابتن عماد. الهدف الاغلى بالنسبه لي يعني. ده الهدف الاغلى، كل اهدافك يعني في مباراه الزمالك اكيد كلها اهداف ممتعه لجماهير النادي الاهلي. كابتن عماد متعب نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. دي كانت مداخله مع نجم النادي الاهلي كابتن عماد متعب. مبارك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره، كل لاعبي النادي الاهلي، وبياكد ان هو ده الموسم الاصعب في تاريخ النادي الاهلي، لكن دايما اللعيبه عند المسؤوليه وكمان